من بعد ما كنت جالس نتامل وجا المقدم جرى عليا قال لك اسيدي ما خصنيش تصور في الزنقه. المهم كنت جالس نفكر بلي خاصني نعاود نقاد الماسك ديال الباور رينجر لاخاطش هذاك كان جا صغير على الوجه ديالي. صوت دابا غادي نمشي نجيب الكارطون. يلا سالي تقطع دابا كما تشوفوا. المهم دابا غادي خاصنا نلصقوا هادو مع بعضياتهم باش غادي نعرفوا كل وحده مع من تتلصق. غادي خاصنا نحلوا هذاك الفيشي ديال باور رينجر في بيبا كورا. فاش غادي تحلوا الفيشي في بيبا كورا غادي يبان لكم الرسمه 3 دي من هنايا والوراق 2 دي من هنا. غادي تبركوا على شي قطعه في 3 دي وغادي غادي يبان لكم تسليكسيونات في 2 دي. من بعد غادي تبركوا على القطعه اللي حداها اللي لاصقه معها وغادي يبان لكم تسليكسيونات عاوتاني في البلاصه ديال 2 دي. هذوك جوج قطع غادي تشوفوهم هاد القطع هادو اللي قطعنا هما اللي غادي يلصقوا مع بعضياتهم وهي غادا بحال هكا. يعني كل مره فاش تلصق شي قطعه تشوف اللي حداها وغادي تبان لك في 2 دي وغادي تقلب عليها بهاد القطعه اللي قطعنا وغادي تلصقها مع الاخرين. سو غادي تكملوا كما شفتوا في الفيديو تتخرج لكم شي عجب بحال هكا. دابا غادي ندير ليه الكره ديال الخشب غادي نوريكم شنو غديروا. غادي تكبوا شويه ديال الكره ديال الخشب وغادي تزيدوا عليها شويه ديال الماء ودابا غادي تخلطوا هادشي مزيان. ها هو دا الماسك يلاه نشبيه بها كما شفتوا. ممكن ديروا ليه البابي هيجينيك ولا جورنال من الفوق انا غادي نخليه هكا. دابا غادي نقادوا ليه البلاصه منين تنشوفوا. غادي نقص شويه من اللور ديال الماسك باش ما نقدر ندخل راسي. غادي ناخذ قرعه بحال هذه غادي نقطع هذه البلاصه هذه اللي هنايا باش نلصقوها في البلاصه منين نبقاو نشوف. دابا غادي نلصق هاد الميكا هذه حيت تم واحد الدجاج في ميديا الطوموبيل ديالنا مع هذه.